قصتنا يا جماعة النهاردة بعنوان مش لوحدي. بيب بيب بيب، الرنة الرابعة كانت مزعجة بما فيه الكفاية عشان تجيبني من عالم الأحلام لعالم الواقع. فتحت عيني بالعافية، كنت مش مركز. بدأت أحاول أركز عشان أفتكر أنا فين. أنا في أوضتي على سريري وتحت الغطا بتاعي. لما بتصحى من نوم عميق بتحس ان سريرك ده اكتر حاجة مروحة في الدنيا، والغطا بتاعك اكتر حاجة ناعمة. مع رن التليفون كان لازم اتحرك، خبطت الغطا برجلي. قمت من النوم مش مركز، مسكت راسي ثواني، مسكت تليفوني وغمضت عينيا عاوزة اكون النوم. بصيت عليه بغباء وانا عاوزة افهم ايه اللي بيحصل. الساعة 2:41 صباحا، اتصال من رقم غير معروف. اتنهدت بعد ما ارتاح، رديت على المكالمة وحطيت التليفون على ودني وحاولت اكون مؤدب وانا بقول الو. استنيت ثواني، حاولت اكون صبور، محدش رد. اتضايقت وكنت على وشك اقفل المكالمة، عاوز ارجع اكمل نومي. قبل ما اقفل بثواني سمعت صوت تنفس تقيل من الناحية التانية. قلت بصوت متضايق الو مين معايا؟ انت فاكر انه هزار لطيف لما تتصل بحد في التوقيت ده؟ صوت التنفس كان بيعلى بيعلى زي ما يكون الشخص اللي بيتنفس ده بيقرب من التليفون. بدأ صوت مخيف وبارد وجاف بصوت مليان شر. قال لي كلمتين: بص بره. الصوت خلى جسمي كله أشعر والدم ينشف في عروقي. مشاعري اتبدلت تماما من الغضب والكسل للخوف والرعب في ثواني. نطيت من على السرير برعب، مش عارف المفروض أعمل ايه أو أتصرف ازاي. المفروض أتصل بالشرطة؟ أنا عايش في مكان بعيد شوية عن الناس ولوحدي، والنهاردة ليلة الجمعة. ممكن حد من صحابي بيهزر معايا؟ كنت ببص للستارة اللي على الشباك بخوف. لازم اخد قرار بسرعة. وقفت وانا ببصلها وبتحرك ببطء. قلبي كان بيدق بقوة، جسمي كله بيترعش، الدم كان ناشف في عروقي وعينيا دمعت من كتر الخوف. مسكت الستارة وايدي بتترعش. كنت مرعوب من ايه اللي بيستناني الناحية التانية. السيناريوهات المرعبة بدأت تترسم قدام عيني. هلاقي واحد مجنون جسمه غرقان دم واقف قدام بيتي ماسك سكينة وبيبتسم لي ابتسامة مرعبة. هزيت راسي وانا بحاول اطرد الفكرة السخيفة دي من راسي. اخدت نفس عميق وانا بفتح الستارة بسرعة. غمضت عيني بخوف وانا بستنى اي حاجة تحصل، بس مفيش الا هدوء وصمت. فتحت عيني وانا ببص على الحديقة الامامية بتاعت البيت بتاعي، كانت فاضية تماما، مفيش أي حد قدام البيت. تنحدت بارتياح، الظهر إن فعلا الموضوع هزار سخيف من حد فاكر نفسه ظريف. ارتحت شوية بس للأسف ده ما استمرش كتير. صوت التنفس كان لسه مستمر وعالي جدا المرة دي. ساعتها بس أدركت إني لما قمت أفتح الستارة سبت تليفوني على السرير. صوت النفس طول الوقت كان من ورايا مش من التليفون. انا مش لوحدي في الاوضه. تفسير القصه يا جماعه، القصه النهارده قصيره شويه بس حلوه وعجبتني. هو اتظاهر انه ما اكتشفش وجوده وقدر يفاجئه ويزقه بظهره زقه قويه، وجري جاب سكينه كان بيحطها احتياطي تحت المخده وضربه بيها. هرب من البيت وبلغ الشرطه اللي قدروا يحددوا الشخص ويقبضوا عليه لانه كان مجروح ما قدرش يبعد كتير. كان قاتل متسلسل بيقتل الطلبة الجامعيين بس بعد ما يرعبهم شوية. وهو اختار صديقنا ده وعمل عليه الخدعة دي، ولولا صديقنا اكتشف ان معاه في الأوضة كان بقى في من ضمن ضحاياه. اقفلوا أبواب بيتكم كويس قوي قبل ما تناموا، بس الأهم اتأكدوا ان مفيش حد غريب في البيت قبل ما تقفلوا الأبواب عليكم.